لا لان حتى الجدليه دي بتاعت اللي هي الاديان تتحاور، يعني احنا مش طالبين حوار، احنا عايزين قواسم المشاركه او المساحه اللي انا بالظبط اتحرك كده، فيها مع بعض. بالظبط كده. عايزين المساحه نشوف ايه المشترك بيننا. ويعني من ضمن الحاجات اللي حصلت اليومين دول انه في ماده اسمها الاخلاقيات، لسه وزير الاوقاف كان بيتكلم عنها، قال انها هتتدرس. وهتتدرس فيها القيم المشتركه بين المسيحيه والاسلام، وبتؤيد بآيات من القرآن ومن الإنجيل في نفس الوقت، وتدرس للمسيحيين والمسلمين مع بعض، يعني مش في حصة الدين ينفصلوا عن بعض وكل واحد ياخد الدين بتاعه. ده طبعا مهم، بس مهم في البيت، انه ممكن الواحد كل واحد في بيته يعلم اولاده تبني على الكلام ده الدين الاسلامي او الدين المسيحي، ده طبيعي جدا. او في الكنيسه او في المسجد، المكان الطبيعي. في المدرسه بتكون ما فيش ماده تفصل الاولاد عن بعض، فماده الاخلاقيات دي بتجمعهم عن بعض، وبتعرفهم انه مثلا قيمه العدل، قيمه السلام، قيمة المحبة، قيمة الرحمة، وياخدوا قيمة قيمة من دول، ويحفظوا الآيات اللي في القرآن والآيات اللي في الإنجيل اللي بتؤيد وتعمق هذه القيمة. فالأولاد يطلعوا بوعي، عندهم وعي عن الدين الآخر وعن دينهم، وإن مفيش كونفليكت بين مفيش تضاد بين الدينين يعني. طيب حساسية، أو يعني في حد في عقدة كده إنه مؤتمر فيبقى كلام نظري أكاديمي وكل واحد ينفض لحاله ومبقاش في شغل بعد كده أو متابعة على الأرض. ده صحيح، ده صحيح، أنا أؤيدك جدا في الكلام ده. طيب أنا فعل الكلام ده بقى ومبقاش بس مجرد يعني الصورة حلوة وكلام وخطب لطيفة وخلاص. ده يتوقف على الطرفين، إزاي هم في أول جلسة قادمة يعني لو هيعملوا مؤتمر يقدموا رؤية عملية، يعني فيجن كده، رؤية للمستقبل. وهذه الرؤية بتكون في خطة ليها إزاي تتحقق مثلا على 5 سنين، وكل سنة هيعملوا فيها إيه بالظبط. يعني مثلا هيقولوا أول سنة إحنا هنركز على المناهج التعليمية التي في المدارس عشان يوصل لها الاعتدال في الأديان أو في قبول الآخر. السنة أو مع ده مهم جدا الداعية، يركزوا على شخصية الداعية المسلم والمسيحي، لأنه طبعا الكبار، الدعاة الكبار اللي هم زي شيخ الأزهر ورجال المؤسسة وزي البابا واللي حواليه، دول معتدلين ما فيش مشكلة. لكن هي المشكلة فين؟ المشكلة في المسجد وفي الكنيسة اللي موجودين في القرية واللي موجودين في المركز وفي المحافظة وفي الضواحي وفي الأماكن المهمشة. صحيح. التطرف صحيح. بيطلع من دول، ودول الأئمة بتوعهم متطرفين، لأنهم عايشين في أماكن، وكلامهم أخطر أنهم بيخاطبوا بيها فئة ما تقدرش يعني برضو أنها تفرز قوي الكلام أو بالظبط كده، بالظبط. فهم ازاي يقدروا يوصلوا الفكر المعتدل للقيادات الدينية المتطرفة دي؟ عايزة خطة، عايزة خطة وتدريب، يعني لازم يكون في تدريب للأئمة وفي العظات اللي هم بيقدموها، الفكر اللي بيقدموه، كمان يصححوا لهم حاجات كتيرة ربما هم شايفينها بطريقة خاطئة. يعني لما يكون في مؤتمرات فيها أئمة مسلمين وقساوسة مسيحيين، ويصححوا لبعض الفكرة عن الآخر المختلف، وده بيكون بمتابعة. يعني برضو زي ما قلت حضرتك بتحصل مؤتمرات كده كتير، وأنا حضرتها شخصيا، بس بعد المؤتمر ما حدش بيعرف الناس دي عملت ايه بالظبط. لكن لما يكون في متابعه حقيقيه، يعني مثلا متابعه حقيقيه ازاي؟ يعني يكون في مثلا لجنه من المؤتمر تخصص نفسها لمتابعه الجماعه اللي حضروا المؤتمر، بمعنى انهم يجيبوا مثلا عظاتهم في 3 4 شهور اللي جم بعد المؤتمر.